باش مشاهدي قناة 13 بالعربي، أنتم مباشرة من مدينة وجدة. كما كتشاهدوا مهاجرين سودانيين من السودان، دور السودان، مجموعة يعيشون في وضعية صعبة. السلام عليكم. ممكن تسكن شي واحد كما كتشاهدوا مشاهدي قناة 13، يمكن مجموعة ديال المهاجرين من دولة السودان في هذه المنطقة، في المدينة القديمة بمدينة وجدة، كتقسم على مجموعة ديال الأحياء ديال الأزقة، يعني كتفوق 200 شخص كتكون متواجدة هنايا. بغينا نشوف واحد صار معاك. ممكن حتى لا تنطح. هذه تنوب على الإخوان ديال أجي صابرينا. نشوف واحد ممكن تحكي لنا على معليش باش الميساج ديالكم يوصل الا ممكن. هناك
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوانكم السودانيين من دولة السودان، تحركنا من السودان لسبب الأوضاع المعيشية والأوضاع الأمنية اللي ما مرتب هناك وكذا، يعني مرورا بدولة تشاد ودولة النيجر ودولة الجزائر لحد ما حصلنا المملكة المغربية الآن في مدينة وجدة. هنا الجو بارد جدا في مدينة وجدة، والحمد لله أنا أخواننا المغاربة والله ما قصروا معنا بأي شيء من أكل وشرب وملبس، وما قصروا معنا والله. فما عشان قدام والله لازم مما تحررنا من السودان، والله ما في شعب عملنا معاملة زي المعاملة دي، نحن شاكرين لهم والله للمعاملة دي وما قصروا معنا. وإن شاء الله يا برنس سبيل يعني مثلا معنا معنا يعني معنا مؤقتة لحد ما إن شاء الله نصل لأهدافنا، و إن شاء الله بتزور المعاناة وإن شاء الله تتحصل الأوضاع بإذن الله تعالى. وشنو تطلبوا في هذه الأوضاع هذه القاسية تاع البرد، يعني وشنو بغيتوا من الناس باش يساعدوكم مسكن مدينة مسكن مدينة وجدة ومسؤولين؟ متطلباتنا مثلا يعني متطلباتنا والله ما يعني ما طالبين شيء كثير، يعني طالبين بس مأوى ومشرب ومأكل يعني من المنظمات الإنسانية والرجال الخيرين إن شاء الله، و لو توفرت لهم يعني ان شاء الله وفدينا قليل منها يعني، والحمد لله والشكر لله وان شاء الله اجيهم من الله تعالى. وشنو تقول لهاد السكان تاع المدينه القديمه تاع وجده، واش كيتهلا وما كيتهلا، واش هاد الناس هاد معامله عام واحد؟ ايوا اخواننا في المدينه القديمه حي المدينه القديمه والله ما قصروا معنا، يعني معاملتهم حسنه جدا يا اخوان، احنا شاكرين لهم والله بكل التقدير، يعني مقدرين والله موقفهم ما قصروا معنا. وان شاء الله نتكلم عن النيابه يعني عن الشباب كلهم السودانيين، والله الناس ما قصروا معنا يعني، ونحن شاكرين لهم والشكر لله عز وجل. شحال تقريبا انتم من واحد هنا، شحال العدد ديالكم يعني؟ تقريبا والعدد يعني والله العدد ما اعرف بالضبط، لكن عدد ما يقارب بين 100 120 130 يعني في هذه الحتات، يعني 120 130 يعني بالتقدير. كنعرفوا الناس تاع السودان يعني انتم ماشي بحال الدول الاخرين اللي كيسعاو كيطلبوا، انتم ما كتمدوش يديكم، يعني كيفاش كتعيشوا؟ هذه كثيره رجل انتوما ما كتطلبوش ما كتمدوش يديكم ما كتسعاوش، الناس ماشي بحال الدول الاخرين كيسعاو تلقاهم في الشارع كنلقاهم يسعاو، انتوما يعني انتوما معروف السودان ما كتقولوش الناس عطيونا، ولا كيفاش انتوما هكا كيتعاملوا معكم الناس، ولا كيفاش باش كتكلم لك عن المعامله يعني مثلا ولا المعامله يعني هنا في المغرب ولا لا؟ كان دول اخرى كنشوفوهم في الشوارع كيسعاو يشحدوا انتم السودان معروف عليكم ما كتطلبوش يعني ما كتشحدوا، يعني تكلم لك نحن يعني ما اللي كتجيكم مصاريف مثلا يعني في الدور الثانيه عندنا مثلا ناس يعني ممكن يشحدوا في الطرقات وكذا، لكن نحن والله يعني زي الناس تاع السودان يعني ما كسودانيين يعني عندنا الحاجه دي حاجه من الصعب، يعني مهما نعاني ومهما نشقى لكن ما بنميت يدنا نشحد والله، لو جابوا لنا حاجه هنا ناس خيرين ولا اخواننا المغاربه جابوا لنا بناخذها، لكن نشحد نميت يدنا كذا نحن كسودانيين والله ما بنعملها والحمد لله. الله يرفع عليكم، ما تبارك الله عليك، شكرا شكرا. شوف هذا ما بغاش يعطينا كلمة اختصار على القضية هذه. قوم يا تما غير تما معليش راك على المباشر في قناة خاص. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. والله عوانا الودي ده معروف بتاعتين ومراته وشنو ودي حال المهاجرين يعني، والله يعني صراحة ناس يعني يدا بنين زمان جرات في ناس مهجروا في بتاع، لكن يعني ده زي ما بقول لي شيء الصابرين للشباب دي بيجي بتلاقوا هنا وعندك زود تيجي تلقاهم نجي نتفقد الفرد والبتاع، لكن يلا اللي جاي دارنا له الناس قاعد تقول في باقي الاجناس النيجر الكاميرون وشنو الناس دي قاعد تشحد في الشوارع وبتاع ومشوهين سمعت الناس، لكن والله يا رب لهم كلام السوداني ده معروف في اي مكان راسه معروف، وزي ما بقولوا الحول وتكبر علينا ما بيتنفس زاد عرفت، يعني ما بنشهد لاي سبب من الاسباب وما بنتوصل، لكن الحمد لله اخواننا المغاربه ما مقصرين معانا نهائي ودعم فل والله معنويات
ما مقصرين معنا نهاية البتة والله، وشكرا جزيلا. تيجانيين انتم كاع تيجان، كان فيكم تيجاني زي احمد تيجاني شوف فاس لا ما عندنا طريقه تيجاني، كان شي واحد فيكم طريقه؟ لا لا طريقه انا احب الطريقه، احنا نتبع سنه الله ورسوله، احنا نتبع المنهج السلفي، المنهج السلفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في تيجانيه ولا صوفيه هنا الحمد لله. كده ما ضربته وقال لك احب التجاريه وقال لي بدي احب التجاريه قال لي انت كمان جيت ضربته مره. مكلا عليكم مشاهدي قناة خاز بالعربية، انتم كنتم مباشرة من مدينة القديمة بوجدة، مهاجرين من دولة السودان، نلقى في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.